السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم بناء مواقع وتطبيقات الإنترنت باستخدام جيانجو. والنهاردة هنكمل كلامنا عن إزاي نسند دايناميك داتا للستاتيك فايلز، فخليكم معنا. اخر حلقة وصلنا لها كنا عملنا ديزاين كده مع بعضينا، وهو الديزاين دوت بتاع شركة السياحة. هنيجي هنا ونكتب بايثون مانيج دوت بي واي وران سيرفر عشان ايه نشغل السيرفر بتاعنا، وهو ده الموقع اللي كنا اشتغلنا عليه في الحلقة اللي فاتت. جبنا ستاتيك فايل من على النت وعملناه تطبيق زي ما انتم شايفين كده اهوت. والنهارده هنحاول نبعت شويه دايناميك داتا للموقع دوت على اساس يعني ان احنا جايبينهم من داتابيز او كده، بحيث نتعلم ازاي ممكن نبعت دايناميك داتا باستخدام البايثون للدايناميك فايل بتاعنا. تعالوا نشوف الداتا اللي احنا عاوزين نعمل لها باسنج. مثلا هنا عندي مثلا هنا السبيشال اوفر دوت، تروح بالي وقال لك ان هو ب 679 دولار ماشي، بيبدا من فروم طبعا 679 دولار. انا عاوز ابعت الداتا للجزئيه ديت خلال البايثون كود. تعالوا هنروح هنا اهوت للجزئيه بتاعتنا ترافلو، وهنروح للفيوز ماشي، عشان خاطر نفتح الصفحة اللي فيها الريتيرن ريكويست الاندكس دوت اتش تي ام ال ماشي. وهنا نبدأ نبعت داتا بسيطة معاه، مثلا هنعمل اري كده اهوت، وهنبعت جواه باسلوب الجيسون هنا برايس، وهنقول له ان البرايس دوت مثلا 700. وبعد كده في غلطه هنا دايما بغلط فيها ديت، بدل كوما هي المفروض الجيسون فورمات المفروض يبقى اتنين نقطتين كده فوق بعض، هو دوت قبل ما اروح للفايل بتاعنا. هنرجع بعد كده للاندكس دوت اتش تي ام ال بتاعنا ماشي، ونروح للمنطقه اللي المراد تحديثها. يعني انت لو نزلت كده شويه ممكن تعمل لها سيرش اهوت ادي 677 سبيشال اوفر بالي، ونغيرها هنا اهوت من الرقم دوت للرقم اللي احنا مفروض ان احنا باعتينه من السوفت وير. بكل بساطه هنفتح قوسين اهوت، نقفلهم قوسين كده اهوت، وهكتب هنا في النص هنا برايس اوكي، وهعمل فايل سيف اول، وهاجي اعمل ريفرش للصفحه بتاعتي اهوت، وننزل تحت هتلاقيه جابها من داخل اللي اشوف بعت البرايس 700 اللي هو البرايس اللي بعتناه له عبر البايثون كود. طبعا الطريقه اللي احنا عملناها ديت بان احنا بعتنا مع الملف في الفيو هنا قيمه محدده، مثلا نغيرها ل 800 ونسيف كده اهوت فايل اول، هتلاقي طبعا القيمة برضو اتغيرت هنا هو من بالي اصبحت 800. طبعا لو بياخد من داتابيز اوكي القيمة ديت من ستاتيك فايل واتيفر، بس اللي انا عاوز اوصله ان دي الطريقة ديت ابليكابل لو انت بتبعت قيمة واحدة بس او قيمة او قيمتين للصفحة بتاعتك. لكن افرض انت مثلا عاوز مثلا تختار مثلا التوب مثلا ترافل جولز اللي الناس بتروح عليهم، الوجهات السياحية الاعلى او الاكثر زيارة في الموقع بتاعك، بحيث ان تحمس ناس اكتر بانها تروح لهم وتعمل عليهم سبيشال اوفرز. فاكيد انت عشان تبعت التوب دول طبعا مش هيبقوا ستاتيك كده ثابتين وتبعت لهم السعر، لا انت هتبعت بقى يعني زي ما تقول كده جدول في مثلا المعلومات التالية: الصورة سيف صورة لان كلهم بيشتركوا في الصورة ماشي، الاسم اسم الوجهة سوري اسم الوجهة والديسكريبشن بتاع الوجهة، والسعر اللي بيبدأ بيه حجز الفنادق في الوجهة ديت. كمان انت المفروض تبعت معلومات تانية، يعني العرض دوت سبيشال اوفر
ولا لا، بحيث لو سبيشال اوفر يحط لك تاج على التصميم بتاعك ان هو سبيشال اوفر، ولو مش سبيشال اوفر هيبقى عامل زي الباقيين كده هو من غير التاج. فانت لازم تعرف ان انت هتبعت لكل واحد من دولت الصورة بتاعته والاسم والديسكريبشن والسعر والسبيشال كيس بتاعته. فلك ان تتخيل مثلا دي 1 2 3 4 5، 5 × 6 × 30 فيلد، فده داتا كتيرة جدا. احنا ما نقدرش برمجيا نعملها كده، والا تبقى العملية نسميها سباكيتي كود، ان انا ابعتهولك باسلوب الجيسون كده كلهم مرة واحدة يلا هيصة. لا، احنا هنبعت لك اوبجكت واحد في مثلا ايه الفيلدز ديت، وبعد كده نخليهم يمشوا عليهم واحد واحد، وده الكود السليم وانت بتكتبه في البرنامج بتاعك او في التطبيق بتاعك. طيب انسب شكل الاوبجكت اللي احنا نبعته ايه هنا؟ طبعا الموديل، زي ما احنا اتكلمنا الموديل اللي هنعمله ككلاس ونبعته للصفحة بتاعتنا. فعشان نعمل المودلز هنعملها في صفحة المودلز models.py هنا كده اهوت، هنبدا نكتب ايه الموديل بتاعنا وندخل له الفيلدز المطلوبه برضو ايه بتاعتنا. تعالوا بقى نكتب ايه الكلاس بتاعنا اللي هيبقى هو الموديل بتاع الصفحه ديت. فهنقول هنا كلاس اوكي، وهنسميه مثلا ايه ديستنيشن اوكي، وهندخل فيه اول قيمه هنقول مثلا هو الاي دي، طبعا ان هو واخد من داتابيز، فهنقول هنا انتجر، والنيم الوجهه اسمها ايه، وده هنا str اللي هو string، والايمج طبعا الايمج برضه هتبقى str string ماشي، ومثلا description des برضه هنا ده هيبقى string، والprice والبرايس ده ممكن نخليه انتجر بشكل مؤقت، يعني احنا بس بنحاول نفهم، بس هو يعني في الطبيعي بيبقى بياخد فراكشن، فالافضل ان هو ما يبقاش انتجر، بس خليه انتجر دلوقتي بحيث ما نلخبطش الدنيا. ومثلا ممكن نقول سبيشال، والسبيشال ده مثلا ايه هنا بول، تمام كده اهو. هنروح بقى للكلاس بتاعنا اللي هو في فيوز ماشي، واول حاجه نعملها ان احنا نمبورت الديستنيشن الكلاس اللي عملناه من المودلز دوت. هنا هنقول له هنا فروم دوت هنا مودلز امبورت هنا ايه ديستنيشن ماشي، عشان يبقى هو ايه متعرف في ايه في الصفحه دي. ده اول حاجه. تاني حاجة هنبدأ نعرف المتغيرات بتاعتنا هنا للست معالم دولت، بس يعني خلينا الأول نعمل معلم واحد منهم بس اللي هو السبيشال اوفر بتاعنا دوت ماشي، خلينا نبدأ بيه بس هو اللي هو البالي دوت، وبعد كده الباقيين ايه هتبقوا زي ما تقول كده ايه الباقيين، يعني نبقى يعني احنا نتكلم على طريقة نبعتهم بيها، لأن هو غالبا احنا هنعمل لوب في كود دوت. فتعالوا كده معانا ندخل اول ديستنيشن منهم، فهنقول هنا مثلا دي اس تي مثلا 1 هيساوي الايه الديستنيشن بتاعنا. بعد كده احنا محتاجين نبعت ايه الديسكريبشن دوت للصفحه ايه بتاعتنا، فهنبعته بقى كايه كديسكريبشن ايه واحد، فكنترول سي مثلا هنا ديسكريبشن وديسكريبشن واحد، الاسم هنا غيرته لدي اس 1 وبعت دي اي اس دي اي اس تي 1 دوت ايه اللي هو الديسكريبشن بتاعنا دوت. نيجي بقى نحط له قيم هنا دي اس تي 1 دوت نيم مثلا، انا يعني هبعت اسم ايه، هبعت ايه الغردقه هورجاده ماشي. نشوف مثلا ايه الديسكريبشن ماشي، هنقول هيساوي اي ديسكريبشن بقى للمدينه، مش لازم طبعا اقول له ان دوت طبعا هنا يعني طلب ريجولار اكسبريشن، يعني انا هشرح لكم الحته ديت، الكلمه ذات نفسها فيها كوتس وانا مستخدم الدبل كوتس دول، ممكن اجي هنا واغيرها قصدي السنجل كود ده واخليه دبل كوت كده ماشي، وهو يحتويه ويعتبره سترينج عادي ويدخله في المتغير دوت. وممكن استخدم ريجولار اكسبريشن ده كده اهوت بحيث اقول له لا الكود دوت تبع ايه
الجملة، اي طريقة من دولت الاتنين ايه هتنفع، لان هو لو ما استخدمتش ديت هيعتبر ان السترينج انتهى في الحتة ديت وبقيت دوت ايه هو مش فاهم ايه دوت. فانت عشان تفهمه ده تبع الجملة فبتحط له الريجولار اكسبريشن دوت عشان خاطر ايه تعدي الابوستروف اس بتاعتنا ديت. حط هنا ديستنيشن مثلا دوت برايس، هنقول مثلا بتبدا من 200 دولار، وبعد كده هنروح على الصفحه عشان ايه احنا خلاص هنا دخلنا قيم اهيت، هنبعتها عن طريق الديستنيشن 1 ماشي، وديستنيشن 1 هيروح هروح للاندكس دوت اتش تي ام ال اللي هو فيه القيم بتاعتنا ماشي، واسم المدينه هغيرها وادخل الاثنين اقواس، وهكتب هنا destination 1 dot name ماشي، وهنا هاجي برضو اقوم جاي ماسح الديسكريبشن دوت وادخل الديسكريبشن بتاعي اللي هو هنا دوت destination 1 dot ds ماشي، وهنا البرايس طبعا ده جاي من البرايس القديم، خلاص انا مش هبعت البارامتر دوت، هقول هنا ds t1.price اوكي، وهاجي بقى اعمل سيف اول ماشي، وهاجي على الصفحه بتاعتي واعمل ريفرش. اهوت شايفين هو رجع ده غيرها لي وغير لي القيم اللي بعديها كمان ماشي، على انسب الكلام اللي انا ايه بعته له من ايه من الكود بتاعي. ودي كده احنا غيرنا قيمة واحدة بس من ايه من كل القيم ديت. طبعا اهوت شايفين الداتا اللي خدناها من الايه من الكمبيوتر عندنا، المفروض بقى ان انا ايه يكون عندي امتداد لصفحة تانية او اضيف هنا في الاسيتس صورة للغردقة وابدلها بالامتداد دوت اللي هو بتاع سوري فين الايمج اهوت ايمج ديت، ابدلها بالايمج ديت ماشي، واقول له ان انا مفروض ان انا جاي لي من السبيشال من الداتا سيت دوت نيم يعمل لي الايه من الداتا الديستنيشن دوت سوري دوت يو ار ال او الايمج بتاعه ايه الديستنيشن ايه اللي انا رايح له. طبعا احنا اللي احنا عملناه ان احنا بعتنا الكلاس دوت اللي هو الموديل دوت للفيو دوت للاستاتيك فايل عبر الفيو دوت ماشي، طبعا نفس الفكره الام في تي الموديل فيو تمبلت ده الموديل اهوت، حطينا فيه الداتا بعتناه للفيو والفيو شغل ايه التمبلت اللي هو ايه الاتش تي ام ال تمبلت بتاعنا. طيب انا دلوقتي عاوز يعني ادخل بقيه القيم اللي هي في الصفحه ديت دي ودي ودي اندونيسيا وسان فرانسيسكو واتيفر وكل الحاجات التانية ديت ماشي كقيم، بس انا مش يعني عشان ادخل القيم دي كلها ماشي محتاج ان انا بقى اقوم جاي هنا كده اهوت واروح على الفيو واقعد بقى اعمل انيشاليزيشن جديد من الديستنيشن ماشي، ويعني مثلا اخد كابي منه كده اهوت كنترول سي مثلا وكنترول في واقول مثلا ديستنيشن 2 وديستنيشن 2 نيم وادخل اي وجهه ثانيه ماشي، ودي كده انا اصبح عندي وجهه ثانيه اهيت. ممكن اعمل بقى كده اهوت اخد ده كابي كده اهوت كنترول سي كنترول في وادخل هنا 2 2 اصبح كده عندي ديستنيشن 2 وابدا ابعت بناء على كده للصفحه اللي هي التمبلت واقول له ابعت لي داتا في ديستنيشن 1 وديستنيشن 2. بس دي طبعا طريقه مش فعاله، انا المفروض ابعتهم له كلهم يعني زي ما بتقول كده ايه ليست اوف ديستنيشن، بس هنشوف قدام ازاي ممكن نعمل حاجه زي كده. والنهارده هننتهي بهذا، هنكتفي بهذا القدر من الشرح. يا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في الحلقات القادمه.